بالإضافة إلى هذا الجدل الذي متواصل داخل السيناتور هذوما الكونغرس، الاتحاد الأوروبي لدى اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية أكد أن لا مساعدة لتونس إلا بعد توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوقيع يكون شخصي من قبل سعيد. كيف تراه دكتور خديدي؟ شوف، أعتقد هذا هو المسار اللي أصبح شيئا فشيئا مشترك بين الإدارة الأمريكية بما فيها من كونغرس ورئيس ووزير خارجية، وبين الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته. بدأ الموقف يتحد مع بعضهم هذم القوتان اللي عندهم تأثير مش على تونس بس، على العالم الكل تأثير، على الأقل لكنا علاقاتنا التقليدية من عام 56 منذ استقلالنا إلى اليوم في التيارات الغربية في جميع ما يتصل باقتصادنا ومجتمعنا وثقافتنا وجيشنا وتسليحنا إلى بين القطبين، الليبرالية يعني الليبرالية العالم الحر، ما يسمى تقليديا بالعالم الحر. أنا أعتقد أن الاتحاد المواقف بين هذين العملاقين بالقوسين قاعد يسلك في نفس السلوك ويسعى نحو التشدد، هما خطوة خطوة، لأن دبلوماسيتهم رصينة ما ترتكبش هفوات وأخطاء. وأعتقد أن باش توصل لما هو أسوأ بالنسبة للمنقلب، بالنسبة للمنقلب يمكن يوصلوا إلى فرض عقوبات أو إلى منع الشخصيات من الذهاب إلى الولايات المتحدة وإلى أوروبا، وربما تجميد أصول إلى آخره من العقوبات التي سبق أن فرضت على بنما وعلى أفريقيا الجنوبية إلى آخره من هذه الأشياء التي أعتقد أن قيس سعيد نفسه مش واعي بها. هو دائما يتكلم على السيادة والقرار وما القرار وإحنا مستقلين وما يتدخلوش فينا، هو هذا كلام. تونس ماشي قمر صناعي الدور في الفضاء يا راشد، إحنا عندنا شبكة من العلاقات والمواثيق موقعين عليها الدول، وهو ملتزم كدوة على الأقل في الدولة ملتزم بتنفيذها. هذا اللي قاعد السفير الأمريكي السابق العربي 21 قال إنه استبعد الوقت الحالي قيام الولايات المتحدة بتغيير موقفها من الأزمة التونسية، بمعنى أن السلطة التونسية تستثمر هذا البطء في اتخاذ القرارات وعرض يصنع واقع سياسي جديد برلمان وغيره ماضي، ويقول لا عودة للوراء. ورأي رأي عريف السفير السابق أظن اسمه جوردون جراي، وهو أستاذ جامعي ويحاضر في كثير من الجامعات الأمريكية ويعيد هذا الطرح، هو رجل ملاحظ دقيق لما يقع في تونس. والرأي الأخير الذي أدلى به ظن لبعض الصحف ومنها عربي 20 كان فيه قسوة وشدة ووضوح وتفاصيل، وهو رأي محترم في الحقيقة. قال هذا بالضبط، قال أكثر ثلاث أوجه تشابه ملفتة للنظر معذرة بين تونس عندما وصلت إليها في عام 2009، خاطر هو جاء في 2009، هو بدا العمل بتاعه في 2009 وبقى اعتقد 2012 واكثر، واليوم قال اليد الثقيله لزعيم استبدادي واحد، ان النظام السياسي الذي لا يقوم بمراجعه الرئيس او الضغط عليه، واقتصاد متدهور يتميز بارتفاع معدلات البطاله ونمو الهزيل. هذه هي وجوه الشبهه مع اواخر عهد بن علي مع الاسف، هذا هو. وهو كأنه ينبئ أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج. نعم.